اهلا بيكم حلقه جديده في عالم العالمين، يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا كل الانواع الفنيه والرياضيه وكمان الترفيه في صوره مميزه على ارض العالمين الجديده. الحقيقه مهرجان العالمين في نسخته الثانيه بيشهد اجواء حماسيه جدا، وده مع مجموعه متنوعه من الحفلات الموسيقيه وكمان المسرحيات والفعاليات الترفيهيه اللي يمكن بتستهدف كل الاذواق ما بين الناس اللي بتحب الحاجات القديمه والجديده، كمان كل الأعمار كبار وصغيرين. الأسبوع السابع من المهرجان بيقدم باقة متنوعة من الفعاليات اللي بتضمن للكل أنه يقضي وقت ممتع ومتميز. يوم الخميس 22 أغسطس هيكون في معاد لعشاء الموسيقى مع حفل عمر خيرت مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، والموسيقار الكبير هيقدم لنا حفل ساحر على المسرح الروماني في المدينة التراثية. الحفل فعلا هيكون الحقيقة فرصة لعشاء الموسيقى للاستمتاع بأجمل أعمال الموسيقار الكبير. في نفس اليوم كمان عشاء المسرح هيكونوا على موعد مع العرض الأول لمسرحية البنك سرقوه في مهرجان العالمين على مسرح اللي موجود هناك، وعلى مدار 3 أيام يوم 22 و23 و24 أغسطس، وهتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين من السجن واللي بيخطط بعدها أنه يسرق أحد الأحجار الكريمة من البنك، والمسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي وكريم محمود عبد العزيز وأسقس ومنى جميل وسلوى خطاب وسليمان عيد ومصطفى بسيط وإبرام سمير ومصطفى البنا، ومن إخراج أشرف عبد الباقي، وهتكون على مسرح اليوم. أما يوم الجمعة 23 أغسطس هينطلق العرض الأول من مسرحية دكان أحلام، وده هيكون في المسرح الروماني في المدينة التراثية لمدة يومين، الجمعة 23 والسبت 24 أغسطس. التذاكر طرحت على موقع تذكرتي، وبتدور أحداث العرض المسرحي دكان أحلام في إطار كوميدي عن فكرة خيالية بتحكي عن متجر بيبيع الأحلام، ومن خلاله ممكن للإنسان أنه يحلم باللي هو عايزه على حسب الحلم اللي اشترى. المسرحية من تأليف وإخراج أنس النيلي ومن بطولة عدد من الوجوه الشابة، منهم الفنان ياسر مجاهد وكمان الفنانة ندى جمال. الحقيقة مهرجان العالمين هيشهد مفاجأة من العيار التقيل. النجم الصاعد توليت هيظهر على المسرح قبل فرقة كايروكي، وده في حفل ضخم هيكون يوم 23 أغسطس. توليت حقق شعبية كبيرة مؤخرا، خاصة بعد نجاح ألبومه الجديد كوكتيل غنائي، وخاصة كمان مع ظهوره الغامض. لحد دلوقتي محدش عارف مين توليت، على طول مختفي ورا قناع، وده اللي مخلي جمهور كتير منتظره وعايز كمان يشوفه على المسرح. كمان ظهوره في مهرجان زي مهرجان العالمين الجديدة هيكون حدث يستحق الانتظار وحدث أكيد مهم. المهرجان كمان روج لحفل كايروكي والمقرر أنه يقام يوم الجمعة الجاية، وكتب الحساب الرسمي للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى الفيسبوك لكل محبي كايروكي: تذاكر الإيرلي بيرد خلصت، سولد أوت كلها، مستني إيه؟ الحق تذكرتك دلوقتي وتعالى نفرد جناحنا ونطير في السماء مع كايروكي يوم الجمعة 23 أغسطس في مهرجان العالمين الجديدة. ده كان ملخص سريع لبعض الأحداث المهمة اللي هتحصل في مهرجان العالمين الجديدة، ولسه مكملين معاكم في فعاليات مهرجان العالمين المختلفة واللي ما بتنتهيش. خليكم معانا واوعوا تروحوا حتة.